مؤشر إيتشيموكو كينكوهايو. في هذا الفيديو سنتعرف على مؤشر إيتشيموكو كينكوهايو، طريقة احتسابه وكيفية تفسير إشاراته. قام جيوتشي هوسودا وهو صحفي ياباني يكتب تحت اسم إيتشيموكو سانجين بابتكار مؤشر إيتشيموكو كينكوهايو. طور هذا الأسلوب الفني قبل الحرب العالمية الثانية وعرضه على الجمهور في الكتاب الذي نشره عام 1969، وهو مؤشر متنوع يحدد مستويات الدعم والمقاومة ويحدد الاتجاه ويقيس الزخم ويوفر إشارات التداول. إيتشيموكو تعني نظرة سريعة، كينكوهايو تعني بيان التوازن، فمن نظرة واحدة يستطيع المحلل تحديد الاتجاه والبحث عن إشارات الشراء والبيع وفقاً لهذا الاتجاه. يتم استخدام ثلاث فترات زمنية رئيسية لاحتساب المخططات الخمسة التي تؤلف المؤشر، وتستند هذه الفترات الزمنية إلى ظروف التداول في وقت ابتكار المؤشر، أي اليابان عام 1930. في ذلك الوقت كان أسبوع التداول يتألف من 6 أيام بدلاً من 5 كما في أيامنا هذه. قد يرغب بعض المتداولون في تغيير الفترات الزمنية لتعكس هذا التغيير في أيام التداول. الفترات النموذجية المستخدمة هي 9 فترات وتمثل أسبوعاً ونصف، ويمكن الآن استبدالها ب7 فترات ونصف. 26 فترة وتمثل شهراً واحداً، يمكن استبدالها ب22 فترة. 52 فترة وتمثل شهرين، يمكن استبدالها ب44 فترة. يتألف مؤشر إيتشيموكو كينكوهايو من 5 مخططات. الفترة النموذجية لاحتساب تينكانسين هي 9 فترات. لاحتساب تينكانسين يجمع أعلى سعر وأدنى سعر لآخر 9 فترات ويقسم الناتج على 2. أعلى سعر وأدنى سعر هما أعلى وأدنى مستويان بلغتهما الأسعار خلال الفترات الزمنية المحددة. الخط الثاني هو كيجونسين ويحتسب باستخدام 26 فترة. لاحتسابه يجمع أعلى سعر وأدنى سعر لآخر 26 فترة ويقسم الناتج على 2. أما المخططان الثالث والرابع للإيتشيموكو فيشكلا ما يعرف بالكومو أو السحابة. المخطط الثالث هو سينكو سبان أي ويستخدم 52 فترة، ويتم احتسابه من خلال جمع خطاي تينكانسين وكيجونسين ثم قسمة الناتج على 2. المخطط الرابع هو سينكو سبان بي ويتم احتسابه من خلال جمع أعلى سعر وأدنى سعر للفترات 52 الماضية ثم قسمة الناتج على 2. ويعرف هذين الخطين بالرائدين لأنهما يبعدا عن السعر ب26 فترة إلى الأمام، وتشكل المسافة بينهما ما يعرف بالسحابة. يشكل سينكو سبان أي الحد السريع للسحابة، بينما يشكل سينكو سبان بي الحد البطيء للسحابة. المخطط الخامس هو تشيكو سبان والذي يحتسب باستخدام 26 فترة، وهو ببساطة سعر الإغلاق الحالي لكن مبعد 26 فترة إلى الخلف. لننظر إلى هذه المخططات على الرسم البياني. لدينا التينكانسين وهو الأقرب إلى السعر، ثم لدينا الكيجونسين، ويشكل السينكو سبان أي جنباً إلى جنب مع السينكو سبان بي الكومو أو السحابة، ويتم رسمهما بعد آخر إغلاق ب26 فترة. والخط الخامس هو تشيكو سبان ويتم رسمه خلف السعر الحالي ب26 فترة.
تمثل المنطقة الواقعة بين الخطين الرائدين الكومو أو السحابة. هناك طريقتان لتحديد الاتجاه باستخدام السحابة. يعتبر الاتجاه هابط عندما تكون الأسعار تحت السحابة. يعتبر الاتجاه محايد عندما تكون الأسعار داخل السحابة. ويعتبر الاتجاه صاعد عندما تكون الأسعار فوق السحابة. ويستند التفسير الثاني للكومو على لونها الذي يعطي مؤشراً عن قوة الاتجاه. يتسارع الاتجاه الهابط عندما ينخفض السينكوسبان A أي خط السحابة الأخضر دون السينكوسبان B أي خط السحابة الأحمر. سيجعل هذا التقاطع السحابة حمراء. أما الاتجاه الصاعد فيتسارع عندما يتجاوز السينكوسبان A أي خط السحابة الأخضر السينكوسبان B أي خط السحابة الأحمر. سيجعل هذا التقاطع السحابة خضراء. وبما أن السحابة تمتد 26 يوماً إلى الأمام فإنها توفر أيضاً لمحة عن مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية. فيما يتعلق بإشارات التنكنسن والكيجونسن، يعكس تراجع التنكنسن دون الكيجونسن إشارة هبوطية، ويعكس تجاوز التنكنسن للكيجونسن إشارة صعودية. يمكن أيضاً استخدام التنكنسن والكيجونسن كمستويات دعم ومقاومة. تشيكو سبان هو ببساطة سعر الإغلاق الحالي لكن مبعد 26 فترة إلى الخلف. عندما يكون تشيكو سبان تحت السعر يعتبر الاتجاه هابطاً. عندما يكون تشيكو سبان فوق السعر يعتبر الاتجاه صاعداً. يستخدم العديد من المتداولين تقاطعاته مع السعر كإشارات شراء أو بيع. باختصار ترتكز إشارات اتباع الاتجاه على السحابة. بشكل عام التحركات فوق أو دون السحابة تحدد الاتجاه العام. إذا كان السعر فوق السحابة فإن الاتجاه صاعد، وإذا كان السعر دون السحابة فإن الاتجاه هابط. خلال الاتجاه يتغير لون السحابة، فإن الاتجاه الصاعد يتسارع عندما تصبح السحابة خضراء، ويتسارع الاتجاه الهابط عندما تصبح حمراء. تولد تقاطعات التنكنسن والكيجونسن الإشارات، فيعكس تراجع التنكنسن دون الكيجونسن إشارة هبوطية، ويعكس تجاوز التنكنسن للكيجونسن إشارة صعودية. ويمكن لتقاطعات السعر مع تشيكو سبان أن تولد الإشارات أيضاً، فعندما يكون تشيكو سبان دون السعر يعتبر الاتجاه هابطاً، وعندما يكون تشيكو سبان فوق السعر يعتبر الاتجاه صاعداً. يمكن استخدام المخططات الخمسة للإيتشيموكو كينكو هايو كمستويات دعم ومقاومة. في الفيديو التالي سنتحدث عن مؤشر التوقف والإنعكاس. شكراً للمشاهدة.